مرحبا بكم في سلسلة تعلم برمجة الأندرويد، معكم أسامة مرة أخرى. في هذا البرنامج إحنا حنتعامل مع التريد، وطبعا التريد هو موضوع كبير وممكن في كل لغات البرمجة طبعا موجود، وكل بروسيس بيحتوي على مجموعة من التريد. في برنامج الأندرويد أنا ما بهمني إلا طبعا أنا حتعامل على أساس إنكم عندكم علم إيش هو التريد وكيفية التعامل مع البروسيس والتريد. هنا في البرنامج في الاندرويد بدنا نعرف اشي مهم جدا، انه انا لو شغلت برنامج وهذا البرنامج بياخذ معايا وقت اكثر من 5 ثواني 6 7 ثواني البرنامج حينهار. ايش يعني ياخذ 5 6 7 ثواني؟ يعني انا لو بحمل صورة او بحاول اتصل بالانترنت وهذه العملية طولت معي، وانا مشغل الكود البرمجي في المين ثريد حينهار. ليش حيشتغل طبعا في المين ثريد؟ لانه اي كواد برمجية بكتبها انا هنا كل هذه بتشتغل في المين ثريد، في ثريد بسميها بمين ثريد. عشان هيك انا لازم اعمل ثريد اخرى تقوم بعمليه مثلا تحميل من الانترنت او بعمليات بتاخذ وقت اطول. ايش معنى كلامي؟ تعالوا نعمل برنامج ونفهم ايش انا بحاول اوصل، ايش الفكره اللي بحاول اوصلها. انا عندي مثلا هنا برنامج تكست فيو، انا حضيف هنا بوتون اخرى، هذا البوتون هات نعطيها اسم بوتون كليك مي كليك. تكس فيو بس نراب كنتنت. اوكي تكس فيو بوتون هات نعمل اون كليك كليك هاي alt enter create alt enter. هذه ميثود عشان انا لو ضغطت على كليك بدي اقوم بعمل معين. ايش هو هذا البرنامج بدي اعمل؟ الحين بنشوف. هاتوا نخليه نعمل انه على نفترض انه لو ضغط المستخدم على الكليك هنا زي ما احنا شايفين هنا في هذا البرنامج، لو ضغط على الكليك حيقوم بإنشاء عملية معينة مثلا بتطول. هذه العملية عبارة عن مثلا تحميل صورة من الإنترنت أو محاولة الاتصال بالإنترنت أو أي عملية أخرى، وهذه العملية بتاخذ معنا وقت. هاتوا نعملها نبسط الأمور طبعا. هاتوا نعمل synchronized this هاتوا نعمل wait يعني استنى مثلا يعمل عمليات معينة مثلا لمدة ثانية. وهاتوا نعمل مثلا كمان انتر اكس بساوي صفر وايل اكس اقل من 10 ظلك شغال. واكس بس الحين بنشرح ايش احنا ايش بنسوي هنا. Alt Enter Surround with Try Catch. اوكي ايش اللي صار معنا هنا؟ اني انا اعطيت قيمة لإكس بصفر، وانه طالما إكس اقل من 10 ظلك مستمر، كل مرة استنى حوالي ثانية 1000 يعني ثانية، فكل مرة استنى ثانية يعني 10 ثواني. طبعا بعديها كل مرة زود الإكس بواحد حد يعني من 0 إلى 10 استمر. طيب لو إحنا سوينا هذا البرنامج حسب ما أنا حشوف الآن حينهار البرنامج. أنا لو ضغطت على البوتون حيحاول يحمل مثلا على مثال إنه حيحاول يحمل صورة، حياخذ معي حوالي 10 ثواني وحينهار. هتنشوف ايش يعني الكلام. بستنى البرنامج هذا هو يشتغل الان، هو اشتغل معنا. لاحظوا معي انا لو ضغطت كليك مي طبعا طلعوا كل شيء جمد، هيو شغال الحين البرنامج قاعد بيعالج في الكود هذا. هيو كل مره بستنى 10 ثواني بعيد بستنى، طلع شو صار معي؟ انهار البرنامج وتسكر كلوز. ليش؟ لانه بيشتغل في المين ثريد أكثر من 5 ثواني بنهار البرنامج. عشان هيك أنا لازم أعمل رانبول أخرى وأعمل ثريد جديدة
واسوي خليه يسوي العمليه اللي بتاخذ معايا وقت. رانيبول سوي مثلا نيو، ممكن او تعمل كلاس وامبلمنت رانيبول او اي شيء ثاني، المهم اني انا بدي اعمل ثريد، هذا هو الهدف من اللي انا بسويه الان. رانيبول كل اللي هنا synchronize catch try while try، هذا اغلاق الوايل من هنا. synchronize مع run، الحين نشوف ايش بدي يصير معانا. طبعا هنا ايش بيصير، انا في الاول معي انهار البرنامج. افترض الحين يصير معي اشي تاني، البرنامج ما حينهار، البرنامج حيضل شغال. طلعوا انتوا لاحظوا معي هنا ضغطت، هي شغال، ضغطت كمان مرة هي شغال، لسه شغال، يعني انتوا تلاحظوا انا شغال، يعني ممكن اضغط قد ما على قد ما بدي وما في اي مشكلة، ما حينهار ولا حيصير اي شيء. استنوا ممكن تحسبوها 10 ثواني وحتشوف انه مش حينهار. عفوا احنا هيك ما بنشغلنا اي شيء، احنا هيك لسه عملنا الرانيبول، احنا لسه بعد الرانيبول بدنا نشغل الثريد. ثريد ساوي نيو ثريد رانيبول ثريد ستارت. عفوا مرة تانية، هيك اشتغل، هيك انا شغلت الثريد. في البداية ما كانش شغال، يعني بس هو كتب البرنامج وهي الرانيبول موجود فيه ما نفذش ولا حاجة. لكن الآن عني هي شغال بضغط ولا في أي مشكلة، هي ثريد شغال وثريد ستارت ما في أي مشكلة. استنى 10 ثواني وحتلاقي شغال ومش حيسكر. طب لو على فرض اني انا بدي اعمل مثلا تغيير في الواجهه، بدي احط مثلا في الهلو وورد مثلا، بدي احط نص معين شيء، لو انا حاولت في داخل الرانيبول اتعامل مع هذا الموضوع برضه حينهار البرنامج. يعني لو انا try integer try هذا catch، هذا الكاتش هنا طبعا انا محمد عرفت الشيء، اول شيء التكست فيو هاتون نعمل variable text view من نوع text view، وهذا ال variable text view بساوي find viewer id text view. هاتوا نحط هنا الحين، طلعوا هنا صار الكاتش، بعد الكاتش تكست فيو ست مثلا تكست هلو اي ام اسامه مثلا. هات نشوف ايش بيصير معانا. المفروض بعد 10 ثواني بعد ما يخلص، احنا بدنا نحطها برا خطا، بدنا بعد ما يخلص العد مثلا حمل الصورة وخلص وبعديها اجى هنا على التكست فيو بده ينفذ هذا المقطع. يعني في داخل رانيبول داخل الثريد بده يسوي هذا المقطع بعد ما يخلص الوايل ويخلص مثلا تحميل اشي معين واخذ 10 ثواني، المفروض ينفذ هذا المقطع. فاحنا بدنا نشوف ايش بده يصير معنا. يفترض انه ايش حيصير معنا، حينهار برضه. يعني انا بحاول اشغل اشي في المين ثريد في داخل الرانيبول داخل ثريد اخرى، هات نشوف ايش بيصير معنا. ها استنى مثلا 10 ثواني وحتشوف انه البرنامج بنهار. فانا ايش الحل لهذا الموضوع؟ طبعا انا لازم اتعامل، طالما بتعامل في داخل ثريد اخرى اي بنهار معنا في داخل ثريد اخرى، لازم اتعامل مع التكس فيو او اي حاجه في المين في ثريد عن طريق استخدام حاجه اسمها هاندلر. ايش يعني؟ نيجي هنا هات نعرف هاندلر، هاندلر ساوي نيو هاندلر ليش نحط فيه ولا شيء. طبعا هاندلر افتح موسين، بدنا نعمل اوفر ريد للهاندل مسج الان. نضع التكست فيو
set text. هلو أسامة، we can الآن لو نظرنا هنا احنا بنشيل النص الأولاني، بنحط handler، ارسل رسالة، نحط زيرو. Okay, send empty message handler. نشوف ايش بيصير معنا هنا. البرنامج احنا عملنا في السابق، شفنا كيف انه لو حاولت تتعامل من خارج الثريد المين ثريد مع الواجهة البرنامج التكست فيو بوتون او اي كومبوننت اخرى يؤدي الى انهيار البرنامج. طلع معنا هنا ايش بيصير الحين، انا ضغطت كليك مي هالو وورد، الحين 10 ثواني هالو اي ام اسامه راح نفذ في الاخير، يعني هو نفذ هذا البرنامج اللي هنا في الاخير راح نفذ الهاندلر. اتمنى تكون استفدت وشكرا جزيلا للمتابعه، واتمنى ايضا انكم تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب.